اللي اخترتهم من اللي شاركوني بهالاسبوع رها بنت ليلى. ورها بنت ليلى ان شاء الله انت بتركيا، من تركيا بعتي، وان شاء الله يا رها دراستك بتكمليها ان شاء الله، بتتزوجي شخص من بلاد الشام. بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان، ما تحددت شو هي، بتعرف انه لبنان هو بلاد الشام الاساس. وبتاخدي شخص احواله كتير منيحة، بتتزوجيه عن حب، بتشوف الخير من صبي ومن بنات. عبد الكريم ابن لا كمان ليلى، عبد الكريم ابن ليلى اخوك، لا ما بفتكر اخوك. عبد الكريم ابن ليلى دايما يعيطوا لك كريم، واستعمل اسم اسماء الله، رددوا دايما يا كريم، اسماء الله يا كريم. وعبد الكريم قوي هذا الاسم، فيك تطلع على عبد الله او عبد الرحمن، بيكون اسهل لإلك ورزقك بيكون اسهل، حياتك على صفر. ما بتقعد بارضك يا عبد الكريم، بتشوف الخير كتير بحياتك، مرضي امك دايما. اقرا هذا الدعاء مشان الرزق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. بالنسبة ل عبد اليوم الأسماء المركب، عبد الرحمن ابن فدوى. عبد الرحمن حياتك بين ارضين، لانه فدوى بيرجعك على ارضك، ما بتتغرب كتير، بتطلع بلاد عربيه اكتر ما هي بلاد اجنبيه. انت عم تحاول كتير انك تشترك معنا، وهلا اجى دورك يا سيد عبد الرحمن. عندك روحانيات كتير عاليه، وقبل النوم دايما قول يا نور، لانه اشيائك بتزبط ما شاء الله، واعتمد على احساسك لانه احساسك بمحله. واذا شفت الاشياء حلوه وانت مش مطمئن فما تمشي فيها، واذا شفت الاشياء عاديه وانت مطمئن فادخل عليها، لانه انت احساسك هو اهم من البصر. انت عندك البصيره، ممكن تشوف بعين التالتة. في ناس بيقولوا البصيره شو يعني، لا هي من الروحانيات اكثر ما هي عين التالتة، البعض منا بيسميها العين التالتة. بالنسبه لهيا بنت لولو، هيا انت من الاسماء القويه، واسم الوالده قوي كتير. حياتك بتطلع على بريطانيا، بتكملي دراستك، نعم سالي على دراستك بدولة أجنبية، أكثر شيء عم يطلع لي بريطانيا، وممكن تطلع على أمريكا بس زيارات أو تكملي فيها شيء بعدين لقدام. بتتزوجي شخص معه باسبور أجنبي، أنت حتى بتحملي باسبور أجنبي من خلال دراستك أو من خلال إقامتك بهيدي الأرض. بالنسبة لكمان أختك لميا بنت لولو، عيطولك لولو، امك كمان لولو، فبتشوف الخير خيرين والرزق رزقين. ولبسي الحجر اللولي، لانه الحجر اللولي بيعطيكي راحه نفسيه وبيعطيكي جمال، وخاصه اللون الزهري او اللون الرمادي بيعطيكي جاذبيه، واللون الزهري اللولي الزهري بيعطيكي نعومه. بعدين عيطولك لولا او لولي بيكون افضل لإلك واهم من اسمك. بالنسبه لسكينه بنت رحمه، سكينة انت كتير تعبانة، منك مرتاحة ابدا. كل شيء انا كنت عم بحكيه على اليوتيوب والقراءات، مثلا مثل الصافات وقريها، مي وملح بين القهوة، كبي من راسك لاجريك قبل الاستحمام، من بعدها استحمي بالصابون، فركي جسمك بالمي والملح اللي عم ينزلوا على جسمك لحتى القرين، هذا كتير منيح للقرين، القرين بعكسك بحياتك العملية وحياتك العاطفية. بالنسبة لفؤاد ابن نظمية، فؤاد ابن نظمية انت منك مرتاح هلا، ناوي على سفر، وسفر هلا مسكر عندك. في دعاء دايما تقرأ، وينزل من السماء ماء مدرارا، وينزل من السماء ماء مدرارا، فهذه دايما اقراها. وفيك تقرأ سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا لفتح الأرزاق. ولكل واحد عم بيعاني من قلة رزق ومن قلة نصيب، تكتبوا سورة الشعراء على ورقة وتلفوها هيك صغير، تحطوها تلزقوها فوق عتبة البيت من مدخل البيت من جوا، هيدي بتفتح الأرزاق وبتفتح الشغل وبتفتح النصيب، وبتعطي راحة للبيت، وما بيدخل الحسد ولا العين ولا أي شيء من العالم الآخر. بالنسبة لجوزة بنت فريدة من السعودية، جوزاء بنت فريدة، انت قوية كتير وشخصيتك قوية، بس اللي حواليك ما بيتركوك بحالك، فما تخلي حدا يعلم بأشيائك قبل ما
قبل ما تصير. ودايما هلا انت عندك ارتباط، بس بدي انصحك نصيحة، دايما بقول اخفوا الخطوبة واعلنوا الزواج. مشان هيك كانوا يعلنوا من زمان، يخفوا الخطوبة ويعلنوا الزواج، انه حتى يشهروا الزواج، انه هذا تزوج هذا، بعدين بعد ما يشوفوها انه يعرفوا انه هذا تزوج هذا. بس الخطوبة انت يا ريت ما تخبري حدا، لانه كل ما بتوصل المحبس لايدك دايما بيفسخ، وخاصة انه انت عندك مشكلة بالقارين. قبل شوي كمان قلت هي صورة الصافات اهم شيء بتقوليها للقارين، بتستعملي دهن العود، نقطة تحت السرة، نقطة على ركبة الشمال ونقطة على ركبة اليمين. بالنسبة لسلطان ابن جازية كمان من الكويت، سلطان انت ما شاء الله عليك شخصيتك قوية، بتعاشر اكابر البلد، ما بتحتاج حدا ماديا، بتشتغل بالعقارات يوما ما. السنة الجاية سيد سلطان في انفراجات مالية وانفراجات عملية، لانه تأخر رزقك كتير وانت منك مستقر، فدايما تصدق لانه رزقتك على رزقة مسكين، تصدق باليمين ان شاء الله الله بيعطيك، بتقبض بشمال. بالنسبة لاسم سلمى، يا ريت سلمى بنت سعاد، هو الاسمين ابدا مش منيح يا سلمى، غيري اسمك على اسم اخر، طلعي على روعة، طلعي على روان، طلعي على رها، لا جاء اول اسم معنا اسم رها. رها طلبته مني ان شاء الله تكوني عم تشوفيني من تركيا يا ست رها، هيك انا بكون لبيتك، وسلمي لي على الماما كتير ست ليلى. فطلعي على هيدي الاسماء لحتى يمشي حالك العاطفي، لانه عندك كل ما بتربطي وانت قلتي لي منفصله ما بيزبط معك اي ارتباط حبيبتي ست سلمى، لانه عندك مشاكل كتير بالاسمين، فالاسمين نارين فما بيزبطوا، بدنا المي والهواء هن بروعه بروحها بروان، اسماء المائيه حتى تزبطي بالعاطفه، واقري سوره الرحمن مشان تستقري بحياتك العاطفيه. بالنسبه لاسم محمد ابن رودينا، محمد ابن رودينا، انت ناوي على السفر، بس هذا السفر هلا منه مفتوح قدامك حسب ما مبين بارقامك، منه مفتوح بهذا الوقت، بدك تطول بالك يا محمد، وطلع على اسم احمد، ورا سورة طه او سورة محمد، ودايما ردد طه ما انزلنا عليك القرآن اللي تشقى الا تذكرة لمن يخشى. واللي عنده دايما مشاكل بالعاطفة دايما يقرأ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هاي كمان لإلك، أنت ممكن تعاني من الأشخاص يعني ما بيكونوا مقربين لإلك، هذه مش ضروري للحب والغرام، لا للود والمودة بينك وبين الناس. إذا دخلت على حدا وأنت بدك تطلب منه أي شيء دايما ردد وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وأيضا يا ودود كمان ودد القلوب، هيدي دايما تقراها يا أستاذ محمد. عنا عبد الله ابن زكية، عبد الله انت ناوي تسافر على امريكا، والسفر هلا منه بالوارد، بس حاول عدة محاولات بترجع بتسافر ان شاء الله. ريم طلعتي على روان، وانت شاركتينا بالبرنامج ايضا من الامارات. ريم عندك تعب نفسي بسبب قلة الرزق هالفترة وقلة الشغل، بس الامور رح تمشي مثل ما انت بدك باذن الله، طولي بالك وما رح تحتاجي حدا. زين ابن الهام، زين انت من الاسماء الحلوة الموجودة بالفلك، واسمك اسم نجم ما بنخاف عليك الا من العين، فانتبه حصن حالك دايما، ودايما تصدق على المساكين لحتى ما تصيبك العين يوما ما، لانه انت منصور. مثلا بدي اقول كمان اللي اسمها شمس تطلع تغير اسمها، اللي اسمها قمر تطلع على قمرها، على القليلة تحطها المربوطة، لأنه قمر اسم مذكر هو كوكب، ودايما نحنا بنطلع على القمر. بس اللي اسمه بدر كمان بيتعب أيضا من أسماء القمر، اللي اسمه كمال كمان من الأسماء الحلوة، بس ما اللي اسمه كامل يطلع على كمال، كمان من أسماء القمر، كمان دايما حصنوا حالكم، لأنه العين دايما أنتم منظورين من العين. بس اللي حمل هذه الأسماء كمال وبدر وقمر، فدايما لما تشوفوا القمر هلال، هلا حيبلش هلال، هلا عم يبلش بالنقصان، وبعد فتره كم يوم حيرجع يكون بالمحاق، ما تعملوا اي شيء بالمحاق لا الزواج ولا السفر، انتبهوا يعني شو المحاق، لما بيختفي القمر من السماء ما بنعود نشاف يومين، هذا لا تتزوجوا فيه ولا تسافروا فيه الا اذا اضطريتوا تذبحوا ذبيحه او شو اسمه تقدموا صدقه للفقراء. فاللي حاملين هذه الاسماء دائما يطلعوا بالقمر، يطلبوا طلبهم، لانه هن من اسماء القمر،
وأيضا ينصحوا على وجه من بعد ما يدعوا الدعاء، ويصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بيرتفع الدعاء إن شاء الله. لكل واحد لما بيشوف كمان هلال، عندنا هلال كمان لما ببلش الهلال، يا هلال طول ربي وربك الله، لأن ورد معنا اسم هلال، بس أنا لأنه قريته مش هيك قلت اسم هلال. هلال ابن مفيدة، حياتك على سفر، وكل دايما اي شيء بدك تعمله اول 3 ايام من ليالي القمر لما ببلش بالهلال، هو دول كتير منيح لإلك. شو ما بدك اعمل فيهم، صفقات، اجتماع، امضي، اشتري، بيع فيهم. ولما بيصير بدر كمان كتير مهم لإلك انك تكمل الامور عندك من الهلال للبدر، بس من البدر للنقصان يا ريت بس تعملوا اتفاقات وما تعمل اي شراء وبيع بهيدا المراحل القمر. هذا بالنسبة للاسماء المشاهدين اللي شاركونا لهالاسبوع، وان شاء الله باسماء جديدة بالاسبوع الجاي ان شاء الله برد على البعض منهم. اهلا وسهلا فيكم.